ويوتيوب. رواء انتوا كتير حابين احسن او لاحظتوا هالشي؟ هيدا فيديو جديد لحسين او تعال قل له بنزعل بيزعل. خلينا نحضره سوا. بس شباب قبل ما اكمل قبل ما بلش الفيديو بدي اقول لكم ابروا اعملوا سبسكرايب. خي في شي 80% منكم هلا رح بحط على الشاشه 80% منكم ما انه سبسكرايب برو. حطوا سبسكرايب بس هو الكبسه الحمراء خي ما بدها شيء. خلينا نحضر الفيديو يلا. Like a Ferris wheel, yeah I love them dark skin, brown skin, caramel. You know I had to bring it to the hood, like she cares. نحنا بالصف هون رح نعلمكم إذا عندكم صديقة شيعية أو صديق شيعي كيف تتواصلوا معه. يعني مثلاً إذا كنت عايتوا لحدا كيف بتعيطوا له؟ مسيو. إنسي. أيه. سندي. صاحبة. أبداً. معلمة او اير طيب ولا اللحن معلمة خية تقبرنا ماشي مع بعض معلمة انا اصلي شيعي انا في صليب عقيده اوكي بس انا اصلي شيعي معلمة تقبرنا تقبرنا بس بالعملية خية خية بس تحسوا فيها اكتر بحسوا معلمة معلمة 100% تمام اوكي هلا اذا بدنا مثلا اذا بدنا نسب لحدا بدون ما نقول له كلمه بذيئه شو بنقول له يا عم وتاب لا ضعيفه يا بس بالقاف كيف يعني نقول له كلمه بذيئه شو بنقول له يا عم وتاب لا ضعيفه يا بس بالقاف كيف يعني يعني يا شو اسمه بس بالقاف يا شو يا كايري كايري بهبلك بي كايري بدك تقول كلمة بذيئة استاذ بيقدرش بيقدرش اختك اختك لك اللحن امك اختك امك مع بعض امك اختك اختك اذا اخبر له يا بلا ما يحس اختك اختك ايه قل لي اختك ايه قل لي اختك يا جدع امك اختك اختك امك امك 100% هلا اذا بدنا نحلف كيف بنحلف وحيد العذرة قديم انا صراحه استاذ بقدرش لانه الا ما تقطع بقدرش بالغلط يعني مين هاي مهضومه كثير هل ورا هل حلوه كثير من هذيك الفيديو هيدي اللي ورا شفتوها هل ورا برو ما حدا قال لي اسمه بيضو يعني جد انه انت هنتوني يعني ما حدا قال لي اسمه توني اسمه برو شو الوضع والحسان الله اكبر والحسان اكتبوا النور لك والحسان والحسان ودايما بس رح تحلو بشيء بدك تغري تحط الموضوع اثباتا لإله والحسان هندي احمر انا كلها سوا والحسان 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 معلمة والحسان ما خبطنا والحسان 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 معلمة والحسان ما خبطنا الموت معلمة اوكي انا رح اجربها معلمة والحسان ما خبطنا الموت بدك تحسسه يحرق تحرق قلبه لحتى انت خبطها للموتسيك والحسام ما ضقر والحسام ما ضقرت لشو بس اذا حدا كسر عليك بالسياره او عم يحكي شيء ما فهمت شو بدك شو شبك لا بعيدي وهاي مش لا بعيدي حيعلمكم اياها العلوية هلا وسهلا بالعلوية اجا العلوية شو الوضع يا خيي العلوية خيي عرفت شو في يا خيي كيف؟ وإذا عندكم يعني إذا بتعيطوا لحدا بتقولوا له شو في يا خيي الأبو حماد معنا أبو حماد ما تعيط له يا عمري ماشي أخ يلا إيش طبيعي شو ما كان اسمه رفيقك بتقول له أبو حماد شو في يا شوفي يا خي يا خي الابو حماد 100% قولوا وراي شوفي يا خي الابو حماد شوفي يا خي الابو حماد شوفي يا خي شوفي يا خي ابو حماد ابو حماد شوفي يا خي شوفي يا خي بتشكرك استاذ علوي لاحظتوا ما عم يفهم علي ما عم يسكت ليه صرت كذا وكذا ما عم بحكي اللغه تبعه بس هلا بيسكت ليه معلمه شو يا صابر ورد قطشت
تفرقني بريحة طيبة بعمرك يا أستاذ. تقبرني على راسي. تقبرني. يلا ضرب المنهار. يلا ضرب المنهار. شوفي شوفي يا أخي. فهم علي لا حكيت اللغة تبعه. يلا كوز أختا أما أما أختا أختا بتغطي أختا أختا طلع في الطرف عينة أختا أختا برو كتير قوية برو كتير قوية كتير قوية كتير قوية شباب أنا قلت لكم بدكم تعملوا سبسكرايب وعملوا كومنتس مش عم تحطوا لي كومنتس لايك لايكولي سبسكرايب خيي سبسكرايب ما عم تعملوا سبسكرايب 80% منكم مش عامل سبسكرايب نقبروا عملوا سبسكرايب قولوا لي شو بدكم يعني احضر بالكومنتس وحلوا عن عيري